ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول نورس العرفي، الصحفي والإعلامي السوري. أهلا بكم أستاذ نورس إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني هل حدثتنا عن خارطة توزع القوى في دير الزور والمناطق المتبقية التي لا يزال تنظيم الدولة يسيطر عليها حتى الآن؟ نعم، أهلا بك وبالسادة مشاهدي قناة الرافدين. أهلا. حقيقة النقطة الجغرافية التي سيطر عليها تنظيم الدولة هي يعني ليست أكثر من 4 كيلومتر، يعني هي حيين في أطراف الباغوس، حي الشيخ حمد وحي الخنافرة. مئات المقاتلين، نعم كما ذكرتم ربما 200 مقاتل هم تبقوا من عناصر تنظيم الدولة بعد تسليم الكثير أنفسهم، وبعد هرب البعض أيضا وخروج البعض الآخر. المخيم، هذا المخيم الذي تتحصن به عناصر تنظيم الدولة، كان يضم ما يقارب 1000 مدني، لكن خرج الكثير منهم وخرج البعض دون موافقة التنظيم، البعض الآخر والقسم الأكبر خرج وفق عمليات بعد تفاوض مع عناصر التنظيم. ليلة البارحة دخلت حافلات ودخلت سيارات شحن كبيرة وأخرجت قسم من هؤلاء المدنيين إلى مناطق سيطرة قسد. إذا نستطيع أن نقول بأن ما تبقى لتنظيم الدولة أو لعناصر تنظيم الدولة المتشددين الذين يرفضون الاستسلام هي مساحة جغرافية تقدر ب4 كيلومتر فقط، حيي الشيخ حمد والخنافرة. نعم أستاذ نورس، يعني الأمم المتحدة دعت ميليشيا سوريا الديمقراطية لاتخاذ تدابير لحماية المدنيين في الباغوز، يعني ماذا عن أوضاع المدنيين في تلك المناطق؟ يعني هذه الدعوة مضحكة صراحة. دعني إذا سمح الوقت أن أعلق على هذه الدعوة التي جاءت متأخرة جدا. أين كانت الأمم المتحدة عندما كان يقتل المدنيون بالعشرات في اليوم جراء الغارات الجوية التي ينفذها الطيران الأمريكي، ويخرج علينا المتحدث باسم التحالف الدولي ويقول هو خطأ سنقوم بالتحقيق به؟ قتل عشرات المدنيين جراء تلك الغارات. الآن بعد انتهاء الأمر الأمم المتحدة تظهر وترفع رأسها وتقول حماية المدنيين، لقد قتل العشرات من المدنيين ولم نسمع حتى الاستنكار الذي كنا نسمعه سابقا. طبعا أوضاع المدنيين كما قلت لك قبل قليل أستاذ هي بمخيم، بقي المئات من المدنيين يتم إخراجهم على شكل دفعات إلى مناطق سيطرة قسد بوضع مزري، لكن طبعا دخلت في الآونة الأخيرة سيارات شحن تحمل مواد إغاثية إلى ذلك المخيم بعد أن قام عناصر التنظيم بدورهم بالإفراج عن عشرات المعتقلين من قوات قسد، وإعطاء التحالف الدولي كمية من الذهب المحتجز لدى تنظيم الدولة. والتحالف الدولي والمجتمع الدولي ما يهمه هو الذهب الموجود، ويريدون تصوير هذا النصر، ولذلك استدعوا جميع وسائل الإعلام إلى مناطق سيطرة قسد من أجل تصوير نصر على عناصر داعش وبأنهم قد تمكنوا من هزم داعش في تلك المنطقة ليكون مبررا للقرار الذي اتخذه ترامب، ولاقى الكثير من الاستهجان من الكونغرس الأمريكي وهو سحب القوات من شرق الفرات. هو نصر سيكون هزلي خلدي لأن عناصر تنظيم الدولة لا يزالوا يتواجدون وبقوة في البادية الجنوبية لدير الزور. أعود إذا ماذا مصير النازحين الفارين من مناطق تنظيم الدولة؟ كيف تجري نعم. معاملتهم؟ هل هناك ضمانات لعدم تعرضهم للانتهاكات من قبل الميليشيات الموجودة وخصوصا ميليشيا سوريا الديمقراطية؟ لا يوجد أي ضمانات، وقوات سوريا الديمقراطية معروف عنها التعامل السيء مع النازحين. جميع كل من يخرج من مناطق سيطرة تنظيم الدولة تعامله على أنه من داعش، على أنه داعشي، ويتم التحقيق معهم ويتم الإهانة أمام الكاميرات، لا يقومون بذلك ولكنهم ينقلونهم إلى مواقع الاعتقال إن كان في حقل العمر أو كان في مناطق سيطرة قسد الأخرى. نحن جميعنا نعلم بأن المخيمات التي تديرها قسد هي عبارة عن معتقلات كبيرة، سوء المعاملة، الوضع المعيشي السيء، انعدام مقومات الحياة، تلك هي العناوين الأبرز بالنسبة للمناطق التي تسيطر عليها قسد. لا يوجد أي ضمانات والمعاملة سيئة، هذا بالنسبة للنازحين الذين يخرجون. وأيضا الأمر لا يختلف كثيرا عن الذين يسكنون في مناطق سيطرة قسد من معاملة سيئة ومن مظاهرات تخرج بين الفينة والأخرى اعتراضا على قسد. إذا نعود للنازحين لا يوجد أي ضمانات،
الوضع ليس جيدا، كل من يخرج من مناطق سيطرة تنظيم الدولة وخاصة الآن يعتبرونه من داعش، وناحية جدا مهمة، من بقي ليس جميعهم من داعش. نعم هناك عوائل للتنظيم ما زالوا في الداخل، لكن حتى عوائل التنظيم هؤلاء هم أطفال ونساء. بالإضافة لعوائل التنظيم هناك الكثير من المدنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج لأنهم لا يستطيعون دفع الأتاوات أو لديهم وضع صحي صعب. نعم الأستاذ نورس العرفية الصحفي والإعلامي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.